حتى تغير وجهه، حتى إن أهله كانوا يخفون وجهه عن الناس حتى مات ووري بجنازة مستورة حتى لا يعرف لا يرى الناس وجهه بعد أن رأوا أنه كان بإذن في السابق. فسنة الله في خلقه أن كل شيء مهما عظم يعتريه النقص. قال الله جل وعلا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فكل عظيم مهما ارتقى سينزل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ساد الجزيرة ودخل مكة فاتحا وخطب الناس في خطبة الوداع وبلغ الأمر منتهى، مرض وأصابته الحمى وأصبح وهو سيد الخلق الذي جاهد في أرجاء الجزيرة كلها يعجز أن يصل إلى المسجد. ثم كان عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق الذات وأفصح الفصحاء وسيد البلغاء، يعجز أن يتكلم ويدعو لأسامة بصوت مرتفع، بل يصل إلى أنه يرى السواك كما قلنا في الدرس الأول قبل درسين، يرى السواك ولا يستطيع أن يقول أعطوني السواك. فسبحان ربنا الذي لا شيء مثله ولا نظير له ولا ند، والذي يرينا عظمته وجلاله وكماله وقدرته وأنه تبارك وتعالى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يرينا هذه الآية في كل غدوة ورواح، لكن المتعظين بتلك الآيات قليل، جعلني الله وإياكم من أولئك القليل. هذا ما يتعلق بسبق القصوى من قبل القعود الذي من العربي. مما يتعلق بذكر أفراسه ودوابه عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام بشر من الناس، يعيش كما يعيش الناس، يركب كما يركبون، ويمشي كما يمشون، ويفرح كما يفرحون. فلما سبق فرسه فرح، ولما رأى فرسا أعجبه اشتراه، وقل ما نقل عنه البيع. البيع في حياته صلى الله عليه وسلم قليل، أما الشراء فهو كثير. فكان يشتري ما كان يعجبه، وكان يأخذ ويعطي ويفاوض ويبيع ويساوم، وسمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فهذا كله يدل على أنه بشر. وقد كان القرشيون يتعجبون في أول الأمر كيف يكون هذا نبيا، ويقولون: وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فأخبره الله جل وعلا في آيات عديدة أن الدنيا ليست مكافأة لأحد، ولو كانت مكافأة في ذاتها لمنعها الله جل وعلا أهل الكفر. فعاش نبيه صلى الله عليه وسلم بشرا كما يعيش الناس، ونعم أهل الكفر بعضا منهم وبعضا لم ينعم. تجري على الجميع أحكام الله جل وعلا القدرية، ولا علاقة لها بالإيمان ولا بغيره، لكن الآخرة هي دار الجزاء. فالله يقول في الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فجعل الله جل وعلا الآخرة هي دار التقوى. ولما كان يحمل اللبن ويحمل أصحابه اللبن، كان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه عمار أنه يحمل نبلتين، فقال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. ثم قال: اهتدوا بهدي عمار. الشاهد منه لما أراد أن يبث فيهم العلاقة الأخروية قال لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم يدعو: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالمؤمن وطالب العلم في المقام الأول لا يجعل من العلم حظا للكسب الدنيوي، لا يجعل من العلم حظا للكسب الدنيوي، وإنما يجعل العلم الذي علم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفقه وما إلى ذلك، يجعله طريقا إلى الآخرة، طريقا إلى الآخرة. وكلما كان للإنسان حظ من الدنيا بعلمه قل حظه في الآخرة وقل قبول علمه عند الناس في الغالب. العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغفر له لما بشر بأنه فاز بجائزة الملك فيصل العالمية، حاول الصحفيون أن يجعلوا من فوزه بها مادة ثرية في الصحافة، فاتصل به أحد الصحفيين يهنئه ويسأله عن مشاعره، فقال الشيخ رحمه الله، قال: والآخرة عند ربك للمتقين، ثم أقفل الهاتف وأنهى المكالمة.
فالعالم الرباني بحق هو من ينشد ما عند الله وأجر الآخرة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء وطلبة العلم في المقام الأول. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعته، فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، وإنما العلم العمل. والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الذي أهم ما يمكن أن يكتسبه الإنسان في هذه المقطوعة من السيرة. مجالس العلم.